السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. نرحب بكم مره اخرى في كيفيه اليوم اللي هي ديكيش بصلصه الجبن. يجوا بزاف هايلين، تحطيهم في الحفلات في العرضات مع المشروبات ولا كمقبله في رمضان. المهم يجوا من اروع ما يكون، وهذيك لاصوص فروماجير تجي بزاف بزاف بنينه. نتمنى تجربوا الوصفه تاع اليوم، ونقول لكم تبعوا معايا كامل التفاصيل. فرجه ممتعه. اول حاجه نبداو بلا بات باش نخلوها ترتاح. عندي 250 غرام تاع فرينه، نضيف لها نصف ملعقه صغيره تاع الملح، نخلطها هكذا شويه، ونضيف لهم 125 غرام تاع زبده طريه او مارغرين طريه. نبدا هكذا نقرص بيديا كيما راكم تشوفوا حتى ندمج كامل هذيك الفرينه مع الزبده. وهذه هي الطريقه اللي تخدموا بها لاباط او العجينه، غير بصبعتكم وتبداو تدخلوا في هذيك لا مارغرين في الفرينه حتى تتحصلوا على خليط رملي. في هذه العجينه ما راناش رايحين نستعملوا البيض، نستعملوا فقط الحليب، وتتحصلوا على عجينه روعه. هنا نجيب تقريبا واحد النصف كاس تاع الحليب، ونبدا نلم في العجينه تاعي. العجينه هنا راهي تلمت معايا، وكان نص كاس تاع الحليب بارد كفاني باش لميتها. المهم تتحصلوا على هذا القوام اللي راكم تلاحظوا فيه. نحطوا العجينه تاعنا هنا فوق لو بلون دو طرافاي، وكيما سبق لي ودرت معاكم هذه العمليه، هنا ما ندكوش العجينه ولكن نفتحوها بكف اليد، او نفتحوا هذوك الحبيبات تاع الزبده. نديروا هذه العمليه، من بعد نعاودوا نلموا العجينه تاعنا بهذه الطريقه، ونحطوها في فيلم اليمونتير ولا ان ساك دو كونجيلاسيون، ونخلوها ترتاح مدة نصف ساعة. بعد ما ارتحت لي العجينه، جبت هنا هادو لي مول، لي مولا كيش ولا لي تارتولات، هادو الصغار تقدروا ما ديروها اون كيش فاميليال، يعني ما ديروهاش انديفيديوال تاني غير كيف كيف. المهم جبت هنا العجينه تاعي، وما ندهنوش كامل هادوك لي مول غير هكاك، لانه راه فيها كفايه تاع الزبده دونك ما راحش تلصق لكم. المهم درت هكذا كرات، من بعد فتحتهم غير بين صبعتي، وبديت نشكل فيهم هكذا في ليمول. هذا هو التشكيل تاعها، طلعوا مليح هذوك الحواف، ومن بعد نجيبوا الموس ونحوهم هكذا، نحو الزوائد في الجوانب. ونتحصلوا على هاد لي فون دو تارت. نكمل بنفس الطريقه البنات، ونعاود نولي ليكم. وبعد ما فونسيت هادوك لي مول او لي فون دو تارت، نجيب هنا كوردون ولا اون فورشيت ولا فرشيطه، ونبدا هكذا نثقب فيهم بهذا الشكل، نحطهم في ان بلاطو وندخلهم للثلاجه مده ساعه ولا حتى زوج سوايع. المهم الا كنتم مقلقين دخلوهم في المجمد مده نصف ساعه. هنا نروحو لاصوص فروماجير تاعنا. جبت هنا لو بول تاع الميكسور، حطيت فيه حبه تاع البيض مع اربع مثلثات تاع الجبن، وملعقه كبيره تاع الفرينه. هنا تقدروا ديروا الفرماج او الجبن اللي تحبوه، تقدروا ديروا لو فروماج تارتيني، ديروا تقريبا 81 غرام هكذاك، ولا هذاك لو فروماج اون بلوك لو فروماج بلون. المهم بعد ما رحيتهم بالبغا ميكسور، جبت هنا الكاسرونه تاعي، حطيت فيها زوج كيسان تاع الحليب، وحطيت فيها هذيك الصلصه اللي كنت درتها بالحبه تاع البيض ولو فروماج والفرينه. نضيف نصف ملعقه صغيره تاع الملح،
والرشه تاع الفلفل الاسود، نحرك المكونات مع بعض ونديها الكسرونه هذيك فوق النار ونبقى نحرك كيف كيف بدون توقف حتى نشوفوا لا كريم او فرماج تاعنا راهي بدات تتقل. وشوفوا القوام تاع الصلصه تاعنا راهي بدات تتقل. هنا في هذه المرحله نطفوا للنار، نضيفوا مغصو تاع زبده او قطعه زبده تقريبا واحد الملعقه كبيره تاع زبده، ونضيفوا شويه تاع الفرماج غابي او الجبن المبشور اللي راح يعطيها بنه اكثر. نبداو نخلطوا في لا كريم او فرماج، ما نتوقفوش حتى نشوفوا هذيك الزبده ذابت تماما. وهذه هي الصلصه تاعنا اللي راحين نديروها في لي فون دو تارت. نجيبوهم مباشره من الثلاجه، نحطوهم هكذا في صينيه الفرن، وفي هاد الاثناء رانا مسخنين الفرن تاعنا على 180 درجه. نعمروهم كيما راكم تشوفوا، ما نعمرهمش حتى الفوق، فيهم البيض او لاصوص راه فيها البيض دونك راح تتنفخ شويه. وفي الاخير نديروا لهم رشه تاع الفرماج غابي، من الاحسن يكون من النوعيه الجيده باش يعطيكم بنه بزاف شابه ليكيش. نروحوا لطريقة الطهي. سخنوا الفرن تاعكم على 180 درجة، دخلوا ليكيش تاعكم حطوهم في الوسط ولا حطوهم من الفوق، خلوهم يطيبوا. كي تشوفوهم في الجوانب بداو يحمروا تقريبا واحد النص ساعة هكذاك كيما راكم تلاحظوا، راني وريت لكم هنا في الصورة. كي تشوفوهم في الجوانب راهم حمروا عرفوا بلي راهم طابوا من تحت، عاودوا هبطوهم وشعلوا عليهم من الفوق تقريبا واحد 10 دقائق حتى يدوا التحميرة الجميلة. وهذه هي النتيجة، وهذو هما ليكيش او فروماج او ليكيش بلا صوص فروماجير، جاو من اروع ما يكون. تقدموهم مع اون سوب كمقبلة، ولا تقدموهم كمملحة مع المشروبات في حفلات ولا في العرضات. نتمنى الوصفة تاع اليوم عجبتكم، ونقولكم شكرا على حسن المتابعة. لنا لقاء في كيفية اخرى بإذن الله. مع السلامة.